الحمد لله. سؤال ورد تقول: علقني والعلاقة ووعدني أن يتزوجني ثم تركني وتخلى عني وأنا الآن أتألم، ماذا أفعل؟ طيب، هذا الألم من شؤم المعصية. الله قال: غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الأخدان الصديق والعشيق ما يجوز، هذه علاقة محرمة. العلاقة الشرعية الزواج، فأتوا البيوت من أبوابها. لعل التوبة وقصد الخير مستقبلا ينجيها من هذا الألم.